السلام عليكم أستاذ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك أستاذ، بس في عندي سؤال بعد إذنك. صفحة 30 قسم الدين لمي، بس في 3 جمل ما فهمت ترجمتهم، وفتحت على المترجم كمان ما فهمت منه شيء، بس إذا في شو هي مجال. الجمل؟ أكيد شو هي الجمل؟ السطر 1 2 3 4، الجملة راح أقرأ لك إياها. هاي ألي في اليمين كونسو يعني نزل لوكت، هاي الجملة ما فهمتها. فيلمين كونوسو، كونو يلي هو موضوع، فلما بقول تمام، فيلمين كونوسو صارت معنى موضوع الفيلم. يالنز لكت، يالنز هو بمعنى وحيد، يالنز لك أصبحت معنى الوحدة، يالنز لكت ضفنا لها إضافة الزمن الماضي في الجملة الاسمية فصارت معنى كان موضوع الفيلم هو الوحدة، أو موضوع الفيلم كان الوحدة. تمام أستاذ. أستاذ الجملة مو اللي بعدها، اللي بعدها كمان، وقت كمان رجع علي حكى بازار، من عند بازار جن كمان ما تمام، بازار كونو كارديشن في اشي بيزي قال ديلار، يعني بمعنى يوم الاحد اخي وزوجته، كارديشن في اشي اخي وزوجته بيزي قال ديلار جاءوا الينا اونلار لا اوتوردوك، جلسنا معهم. يمكن الكلمه اللي بعدها بونا دين لي او بسبب لي ما كفيت أستاذ، أنا ما فهمت الجملة، ما كفيت ولا الفراغات، أنا ما عرفت أربط الجملة. بويزدان مو هيك؟ يمكن في البعض حلوها بويزدان دشاريا. تمام، بويزدان دشاريا تشكمدك، لهذا السبب لم نخرج للخارج. تمام؟ تمام أستاذ. أستاذ الجملة كمان مهمت أنون إتشي دي شال شيرما، أنون إشي بمعنى زوجته، شال شيرمو هل تعمل أيضا؟ إشي أنا إنه فكرت إيش العمل، فعم أقول شو هالإضافة اللي ما عرفت ترجم الكلمة هاي. تمام، الإيش الزوج أو الزوجة، العمل هي الإيش وليس الإيش. إيش تمام استاذ، تمام يعطيك العافيه. استاذ هلا شم زوجي وكرم زوجتي، يعني بيصير مبدل انه تصير للزوج والزوجه. هلا نحن اخذنا الحكي بالوحده السادسه بالكتاب الماضي. نعم نعم، قلنا انه كلمه ايش بتكون للزوج او الزوجه، لا فرق بينهما. ولدينا كلمه كار نسجلها هون، زوجتي كان زوجه. نعم، ولدينا كلمة كوجا اللي هي الزوج. نعم، يعني في عندنا كارو وكوجا، كارو زوجة وكوجا زوج. نحن إذا بدنا ما بدنا نستخدم هيك، بدنا نستخدم الاثنين بنفس الكلمة، فنقول كلمة إيش. تمام أستاذ. أستاذ بعد إذنك، كمان أنا عندي بنتين للترجمة بالاستماع 25 25 26. تمام. السؤال السابع، الجملة الثالثة والرابعة، طوان أنا طلعت أنه سقطت، يعني ما ضبطت معي بعدين. نعم، الجملة الثالثة والجملة الرابعة ما لهم حل ضمن هذه النصوص، هي لها حل ضمن النص الرابع المحذوف من الكتاب ومحذوف من المقطع الصوتي. يعني الكتاب بالنسخة القديمة جدا كانت عبارة عن 4 شخصيات والمقطع أطول من هيك، فإجوا حذفوا الشخصية الرابعة وقطعوا المقطع منها، لكن تبقى السؤال الثالث والرابع ما حذفوا من الأسئلة. تمام، بس يعني معلش بس أعرف ترجم تبع بسنت ولا ما، يعني لا لا ما طلعت ما في ما في أي مشكلة. ماركوني إستاذ؟ نعم، يعني اسم الشخصية ماركوني. والله ما بعرفه، اللي اخترع الراديو بس شو اسمه ما بعرف. هلا هون بيقول طاوان أرسندا في الجملة الثالثة، طاوان أرسندا بيرتشوك ديني يابت، يعني معنى قام بالتجارب العديدة
بمعنى الأسطح أو السقوف، كلمة طبعا. الجملة اللي بعدها أذاكر لري، بمعنى الأماكن الفضاء البعيدة. أذاكر لري الأماكن البعيدة اللي تشمي صغلمك إيشن، من أجل تأمين التواصل راديو يو إيجاد إتي أو جد الراديو. تمام؟ تمام. استاذ سؤال كمان. نعم تفضلي. بالتمرين الخامس تبع تشوتو مو سبب لي ايوه الان سحلت التمرين الثاني علي شوك كمبال حطيت تشوكو اي حطيت تشوكو الان غير هذا مو غلط نعم. بونا دين لي لا هي غير مناسبة أصلا نحط شو يعني، لازم نقول علي تنبل لها السبب، بيستيقظ متأخر. أستاذ هي في هي علاقة الآن صار مبارح الآن بفكر الآن فيها ربطتها بالعكس، الآن ربطتها بالعكس من ناحية إنه علي كسول لأنه يفيق متأخر. إيه تمام هي هيك قالت تمام نعم تمام هي الاثنين أنا أحس بيمشوا لأنه هي الصفة عم تعطي إنه هو لأنه تنبل تمام عم يفيق كسول ولا لأنه هو كسول العمل فأطلقت عليه صفة سميناها تنبل. التنبل نعم الاثنين جائز يعني ما لها مشكلة نعم ممكن الاثنين صحيح. بس لأنه الأصح أستاذ المشكلة هيك صار اختلاف وجهات نظر بيني وبين بس الأنس يعني. تجي أنا بالنسبة لي بالامتحان أقبل الإجابتين رجاءً الله يطمنك طبعا أكيد، هلا أكيد إذا بجيب هيك شيء مو واضح إجباري بدي أقبل الإجابتين يعني. بس هون صار في، أنا بالنسبة لي بحسها أوضح اللي هي أبو سبب لي أبو ندلنا هيك بحس طبعا، لانه مستحيل نحن نطلق على شخص كسول لانه يفيق بشكل متاخر، ممكن يكون عمله ليلي. تمام؟ اما لا هو كسول لها السبب يفيق متاخر. تمام؟ تمام ان شاء الله. كان في عندنا البعض من الهابرلار الكونشما مطلوبه من بعض الطلاب ولا كيف؟ سويناها الدرس الماضي هذا الموضوع أستاذ رح بالنسبة لا نكمل لا وفي عندنا كمان بعض الأخبار ولا نحن لوين وصلنا ليش؟ نحن بلشنا ب 31 هلا النص مشان نقرأ نقرأ النص ترجم لنا يا على أساس القاعدة أخذناها أو لا؟ القاعدة الأخيرة لا تبع الإلي لا ما أخذناها بس أخذنا القاعدة تبع أستاذ أخذنا النص وأخذنا أعطيتنا وظائف أوديب تمام حلينا بس القاعدة ما أخذناها أجلتنا والنص الترجم لا ما ترجم النص طلعنا عليه يعني يمكن أخذناه ولا تمام لا تمام ما في مشكلة. أنا لأني كنت بفكر صراحة الدكتور إن إحنا خلصنا الوحدة قرأنا الثانية كاملة يعني، حتى لا ما اتبعتوا بعد تكون المقطع تبع الوحدة الثالثة كاملة. تمام ما في مشكلة. خلونا أقرأ لكم إياه هيك بشكل سريع، نحاول نترجمه بالنسبة للنص. هو كلماته صعبة هذا النص مو صعبة لكنها أغلبها كلمات علمية كأنها نوعا جديدة ما يعني جديدة جديدة. طبعا تمام نعم أغلب كلماتها جديدة صح. خلينا نشوف هلا بالبداية العنوان بيقول صالك إيتشن يعني من أجل الصحة، دهات تشوك بمعنى مزيدا كثيرا مزيدا، بالك توكيتن. طبعا عندنا نحن الفعل توكيت ميك اللي هو فعل الاستهلاك، توكيتن تم تصريفه بصيغة الأمير الأمر مع الضمير عفوا سيز أنتم، يعني سيز توكيتن بمعنى أنتم استهلكوا مزيدا من السمك لأجل صحتكم. خلونا نشوف البداية. بالك سالك إيشن تشوك فايدة لدر، بمعنى السمك من أجل صحتكم جدا مفيد. إيجي أونيفرستي سندان من جامعة إيجي، بروف دكتور سما أيدوغدو إلى مع البروفيسورة الطبيبة سما أيدوغدو بالغن فايدالار هاكندا كونشتوك، تحدثنا حول فوائد السمك. خلونا ننتقل هلا نشوف فوائد السمك، بس حاولوا تتابعوا معي بالإشارة عشان تعرفوا الكلمات اللي عم بقوم بترجمتها.
بالك يميك تناول السمك إنسان كان سيردان كوريور، الكانسير اللي هو المقصود فيه السرطان، كوريور الفعل كورومك وهو فعل الحماية، يعني بيصير المعنى كاملة تناول السمك يحمي الإنسان من السرطان. الجملة الثانية كالب في دمار هستالك لارنا أن ليور، في عنا الفعل أن لميك يلي هو فعل المنع، فعندما نقول كالب في دمار هستالك لارنا أن ليور يعني هو يمنع أمراض القلب والشرايين، يمنع أمراض القلب والشرايين. بنون إيشن لأجل ذلك بلق السمك كالب إلي دمار هستالارنن بير نمرال ترجيهي، يعني لأجل ذلك السمك من أجل أو خلينا نقول لمرضى القلب والشرايين هو نمرال ترجيهي، بمعنى هو الخيار رقم واحد. بالك يميك تناول السمك ديبريسيونو أونليور، نفس الفعل أونلميك هو المنع، ديبريسيون يلي هو الاكتئاب، فبيصير معنى تناول السمك يمنع الاكتئاب. الجملة اللي بعدها بالون إتشند كربون هيدرات أصدر، بمعنى الكربوهيدرات في داخل السمك أصدر قليلة. بوندين له لهذا السبب ششمان لاتميور، لا يسمن، يعني تناول السمك لا يسمن. الجملة اللي بعدها بالك تكياغ يعني الزيت الذي في السمك، زيتين يغبي مثل زيت الزيتون، تشوك ساغلك لدر، هو جدا صحي. الجملة اللي بعدها بتقول بتكسال أورولاردكي، بتكسال أورولاردكي أوميغا أوتش ياغ، بمعنى زيت أوميغا ثلاث الذي في المنتجات النباتية، بتكي بمعنى نبات، بتكسال أصبحت بمعنى النباتية. إيت أورونلري أرسندا يعني بين المنتجات الحيوانية، يلنزجا فقط بلقتا بولونيور، موجود فقط في السمك. الجملة اللي بعدها بتقول بلق السمك كوليسترولو دوشريور، بمعنى يخفض الكوليسترول، تاسيونو دينجليور، طبعا الفعل دينجلي مر معنا سابقا اللي هو بمعنى يوازن أو ينظم، تنسيونو المقصود فيها الضغط، يعني السمك يخفض الكوليسترول وينظم الضغط أو يوازن الضغط. الزهايمرا كارش كوريور، طبعا فعل كوروماك هو الحماية، بمعنى هو يحمي ضد الزهايمر اللي هو مرض النسيان. آخر جملة عندنا بتقول بلق السمك أزلك له خصوصا تجوكلار إليه هاميل لار إيشن، من أجل الحوامل والأطفال، تشوك فايدة لدر، هو جدا مفيد. واضح النص؟ واضح. تمام. طبعا السؤال الرابع والخامس قلت لكم أوديف وظيفة. بالنسبة لقسم نعم بالنسبة لقسم الياسي يقول أنسون آخر شيء هانجي سغلك هابريني دويدونز، ما هو آخر خبر صحي سمعتموه؟ مين بده يجاوبنا على هيك سؤال؟ أستاذ، آخر خبر صحي يعني علاج لكورونا على أساس فيها. تمام. علاج كوريان بار يعني إيجاد أو شو إيجاد أو هلا إيجاد بشكل عيني. هي الإيجاد نفسها إيجاد إتميك أو بلندو وجد يعني، بس هو بكل الأحوال هو الكورونا بيسموه له علاج دواء للكورونا أو لقاح للكورونا. تمام. أنا أسماء بتحضري هالسؤال للدرس الجاي؟ إن شاء الله أستاذ. تمام. إن شاء الله. تمام. راح يكون فينا عدد منيح اليوم من أسئلة الكورونا شما. هاي بالنسبة لقسم الياسيز. قبل ما نشوف القاعدة خلونا نتابع بنشوف بالنسبة لقسم اليازمة وقسم الكورنشما، بعدين نرجع القاعدة. بالنسبة لقسم اليازمة يقول تلفزيون دان دين لديميز بير هابري يا ظالم، بمعنى اكتبوا أو لنكتب خبرا
سمعنا من التلفاز، أي خبر كان من التلفاز، رياضي، سياسي، صحي، كيف من كان يكون الخبر. بالنسبة للأورنيك أو المثال الموجود عنا هون بيقول ديربي ماتشندا، يعني في مباراة الديربي. المقصود في الديربي هي عبارة عن مباريات يعني خاصة، أو خلينا نقول تقام بين ناديين يتبعان لنفس المدينة. يعني مثلا حاليا باسطنبول يوجد فريقين، الفريق الأول فنربهتشا، الفريق الثاني جلطة السراي. إذا حدثت مباراة بين هذين الفريقين اللذين كلاهما يتبع لمدينة اسطنبول نسميها مباراة الديربي. أو مثلا إذا نتحدث عن أشهر النوادي اللي هي النوادي الإسبانية، فمثلا إذا صار في مباراة بين فريق ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وكلاهما تابع للعاصمة مدريد فنسميها بمباراة الديربي. خلونا نشوف اللي هون شو بيقول. ديربي ماتشندا، في مباراة الديربي فنربهتشا. نعم دوري. شو كلمة ديربي؟ مو الدوري المقصود فيها بشكل خاص، يعني هي أحد المباريات موضوع كرة القدم، يعني في أكثر من نوع يسموه للمباريات. يعني مثلا المباراة اللي بتكون بين أقوى فريقين، يعني بين المرتبة الأولى والثانية بيسموه الكلاسيكو، بينما المباراة يلي بتكون ما بين فريقين يتبعان لنفس النادي بيسموها الديربي. يعني نحن حتى بلغة كرة القدم الشباب بنسميها مباراة ديربي. يعني مثلا مثلا شوفي عندنا مثلا بحمص في عندنا فريق الكرامة وفريق حطين، كلاهما يتبعان لمدينة حمص، فإذا صار في مباراة بين حطين وبين الكرامة بنسميها مباراة ديربي كمان. تمام؟ مثلا مباراة بين الجيش والشرطة، مناتهم يتبعوا مثلا للدولة اللي هي مثلا دمشق خلينا نقول، فهم بنسميها كمان مباراة ديربي. تمام؟ تمام. فهم بيقول ديربي ماتشندا فنربهتشا جلطة سراي بير صفر يندي، بمعنى فريق فنربهتشا غلب، الفعل ين ميك والغلب، غلب فريق جلطة سراي 1-0 في شامبيون أولدو وأصبح البطل. طبعا البداية منكم أنا كمان شخص بيكتب لنا خبر سمعه من التلفاز، سواء خبر رياضي، سياسي، أي خبر إن كان صحي، حتى إذا كان صحي كمان ما في مشكلة. فمين ممكن يجاوبنا على هذا السؤال؟ بايدن. لا خبر أمريكا. نعم. وشو بايدن أمريكان؟ شو الانتخابات؟ الانتخابات ما نسيتشي. بايدن أمريكان سيتشي كازاندي. طيب بتحضري السؤال اللي جاي تحضير؟ طيب تمام، لأنه بيحتاج إلى شوية إضافات، حاولوا تكون شوية جملة طويلة. تمام تمام تمام. بنتابع لهم بالنسبة لقسم الكونشما. السؤال بيقول الشادكي سورو لاردان برينيسي تشيلم، نختار واحد من الأسئلة التي في الأسفل في كونشالم ونتحدث عنها. نحن في عندنا ثلاث أسئلة، رح نطلب كمان من ثلاث طلاب أن يحضروا هاي الأسئلة الثلاث. مثلا عندنا السؤال الأول يقول جازيتي دي، يعني في جريدة، إلك أنجا أولا هانجي تور هابر لري أوكيورسون، ما هو أول خبر تقرؤونه في الجريدة؟ يعني أول ما نمسك الجريدة مثل ما بنقول شو هو أول خبر بنقرأه؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، تلفزيون دا على التلفاز هبر بروغرام لارنو سيرديور مسنوز، يعني هل تشاهدون أخبار أو برامج الأخبار على التلفاز؟ والسؤال الثالث بيقول سيز غازيتي جي سنز، طبعا كلمة غازيتي هي بمعنى جريدة، غازيتي جي أصبحت بمعنى الصحفي الذي يكتب على الجريدة. قول سيز غازيتي جي سنز تون صحفيون نيتور هابرلار يازماك استيورسون، ما هو نوع الأخبار الذي تريدون الكتابة عنه؟ فمثل ما قلناهم في عندنا ثلاث أسئلة، بدنا ثلاث طلاب يجاوبوا عن هذا السؤال الدرس القادم. أستاذ باخذ السؤال الأول. تمام صفاء. تمام. وأنا باخذ السؤال الثاني أستاذ. الاسم؟ غزل.
غزل، تمام غزل بنسبه بيكون مكتوب بشكل باسم ايفون، ما في مشكله. غزل، مين بياخذ السؤال الثالث؟ أنا باخذ أستاذ. تمام رنا، معناها إن شاء الله قوموا أنتم بتحضير هذه الجمل، السؤال الأول والثاني والثالث، ويفضل أنه بعد هاي الأسئلة، لأنه أنتم بتعرفوا أنه الأجوبة راح تكون عبارة عن كلمتين أو ثلاثة، حاولوا تتبعوا هاي الأسئلة بكلمة نداء ولماذا. يعني مثلا ليش أول شيء مثلا أنت في الجريدة بتختار الأخبار الرياضية، لماذا كمان أجب عنها. مثلا هل تشاهد أخبار أو برامج الأخبار على التلفاز ولماذا، ما هو نوع الأخبار التي تريد أن تكتب عنه في الجرائد ولماذا. تمام؟ تمام، عشان يكون الموضوع يعني مستحق أكثر. بالنسبة لقسم الديلمي السماعي، أوديف وظيفة كاملة اللي هو بعنوان هبرلار الأخبار، تسمعوا المقطع الصوتي بتحلوا عليه السؤال رقم أومبير أونيكي في أونوج رقم 11 و12 و13، موجود يمكن المقطع الصوتي على الجروب بالتأكيد موجود يعني. تمام، هلا قبل ما نبدأ بالقاعدة بالنسبة للقسم الهازر لك تشارلش ماس، أخذنا شيء قرأنا شيء أستاذ؟ أخذنا أنواع الأخبار يلي هو أنواع الأخبار، بس الكلمات اللي فوق ما ترجمناها. إيه فوق بس. تمام ما في مشكلة، خلونا معناتها نبدأ بالقاعدة بعدين نطلع نشوف الكلمات الموجودة فوق، لأنه هي الكلمات الفوق هي بالأساس أصل القاعدة يعني. تمام بالشكل. طبعا القاعدة هي قاعدة إيلة، أو أحيانا بيسموه اسم القاعدة فاسطة إكي، فاسطة إكي بمعنى لاحقة الواسطة. طبعا مو موجودة بالكتاب هيك واسطة إكي، موجودة يمكن بس بالكتب القديمة، أما بالكتاب نسمينا إياها إيلة إكي يعني لاحقة إيلة. هلا بالنسبة للاحقة إيلة لها ثلاث معاني، خلونا بس نشرح بالشكل الطولي مشان يعطيني مجال الكتابة بعدين بنرجع عند قراءة الجمل بنطلب الجهاز. بالنسبة للاحقة إيلة لها ثلاث معاني، المعنى الأول تكون بمعنى حرف العطف و اللي هو باللغة التركية في، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني تكون بمعنى مع، والمعنى الثالث تكون بمعنى بواسطة أو عن طريق أو ب حرف الجر ب يعني، حسب طبعا الجملة نحن لازم نميز إذا كان معناها و أو مع أو بواسطة. هاي بالنسبة لي معنى هذه اللاحقة كخطوة أولى. لدينا أيضا خلونا بس نعمل تذكرة بلاحقة الزمن الماضي يلي أخذناها الدرس الماضي، اللي هي كانت عبارة عن لاحقة إي دي، وقلنا بأن هذه اللاحقة خاصة فقط بالأسماء، وأن هذه اللاحقة كانت في اللغة التركية القديمة تكتب بشكلها المنفصل، لكن مع تطور اللغة أصبحت تكتب بشكلها المتصل، لكن يوجد عدة شروط أثناء كتابتها. الشرط الأول هو حذف حرف الإي، الشرط الثاني جعل حرف الإي الثاني يخضع لقاعدة التوافق الصوتي الرباعي. طبعا وإذا اتصلت بكلمة منتهية بحرف صوتي فنقوم بوضع حرف الياء ونسميه حرف فصل بين صوتي موجود وصوتي محذوف. ذكرتوا القاعدة؟ تمام. أيضا بالنسبة للاحقة إلى، أيضا يوجد طريقتان لكتابتها، إما أن تكتب بشكل منفصل أو تكتب بشكل متصل ولها نفس الشروط، ولكن ما يفرق بين القاعدتين أو بين اللاحقتين بأن اللاحقة إيدي كانت أو اللاحقة الخاصة بالزمن الماضي كانت هكذا تكتب سابقا والآن تكتب بشكلها المتصل، بينما بالنسبة للاحقة إيلي فهي حتى الآن لا يزال بإمكاننا كتابتها سواء بالمنفصل أو بالمتصل، يعني بالحالتين تكون صحيحة سواء كتبتموها بالمتصل أو بالمنفصل، لكن نحن يجب أن نتعلمها بشكلها المتصل، لأن أنا كما أعتقد أنه مع تطور اللغة في المستقبل أيضا سيتم كتابتها دائما بشكلها المتصل ويستغنون عن كتابتها كمنفصلة. وإذا بندقق وبنشوف بالكتاب تقريبا 90% تم كتابتها بشكلها المتصل. تمام؟
واضح لهون إن شاء الله؟ واضح أستاذ، معلش بعد إذنك نعيد بس آخر نقطة لأنه ما كتير. تمام. هلا بالنسبة للاحقة إلي اليوم بدنا ناخذها، لها طريقتان للكتابة، إما أن تكتب بشكلها المنفصل، وعندما نقول بشكل منفصل يعني نكتبها كما هي إلي بدون أي تغيير، كلمة مستقلة تكون. تمام. أو تكتب بشكل متصل. طبعا لما بنكتبها بشكل متصل سيحدث عليها بعض الشروط تتغير أو بعض الأمور رح نشرح عنها يعني، لكن قبل الشرح عن تغيراتها في حال كتبت بالشكل المتصل، ننوه على أن هذه اللاحقة حتى الآن أو إلى الآن لا يزال يمكن كتابتها سواء بالمنفصل أو بالمتصل، أو بالمتصل يعني بالحالتين راح تكون ككتابة صحيحة، ولكن يجب أن نتعلمها بالشكل المتصل، لأنها على ما أعتقد أنا مع تطور اللغة التركية سيصبح في المستقبل كتابة هذه الكلمة دائما بالشكل المتصل. وإذا بنشوف الكتاب عنا فبالكتاب تقريبا 90% كتبت هذه اللاحقة بشكلها المتصل. تمام؟ تمام، يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب. طبعا الشروط نفس الشروط السابقة، يعني يوجد 3 شروط أثناء كتابة هذه اللاحقة بالشكل المتصل. أول شرط هو عبارة عن حذف الحرف الصوتي الأول. الشرط الثاني جعل الصوت الثاني يخضع لقاعدة التوافق الصوتي الثنائي. والشرط الثالث إذا اتصلت هذه اللاحقة باسم أو بكلمة منتهية بحرف صوتي فأيضا سنضع حرف الياء للفصل ونسميه حرف فصل بين صوتي موجود وصوتي محذوف. يعني الشروط واضح واحدة ما بين قاعدة الزمن الماضي واللاحقة إلي. تمام؟ عفوا أستاذ، هلأ الإيدي هي بتاخد توافق صوتي الرباعي ولا الثنائي؟ لا رباعي. رباعي، وهي توافق صوتي الثنائي طبعا. ليش؟ لأنه الإي دي منتهية بحرف الإي أخيرا الذي هو أحد الحروف الرباعية، بينما الإي لي منتهية اللي هو بحرف الإي الذي هو أحد الأحرف الثنائية. تمام أستاذ، شكرا. العفو. واضح لهم؟ في أحد عنده أي سؤال؟ واضح أستاذ. تمام ممتاز. خلونا نبدأ معنا بالأمثلة. طبعا مثل ما حكينا سابقا أنه يمكن كتابة هذه اللاحقة بالمتصل أو بالمنفصل. خلونا نشوف شو هي معنى هذه اللاحقة ضمن الجمل، بالإضافة مثل ما بنشوف مكتوبتنا كل جملة مكررة مرتين، مرة بالمتصل ومرة بالمنفصل. خلونا نشوف الجملة الأولى شو بتقول. أفيمي دان. طبعا كلمة أفيمي هي اختصار للآ هي ألش، في هي فيريش، مي هي مركزي، يعني ألش فيريش مركزين دان، يعني من مركز التسوق. كذاك إلي شابكا ألدم. طبعا هنا اللاحقة إلي جاءت بمعنى في، يعني نقول أخذت قبعة وكنزة. كذاك إلي شابكا ألدم، يعني أخذت قبعة وكنزة. هاي عندما تكتب طبعا بالشكل المنفصل جاءت طبعا هنا بمعنى ب. الجملة الثانية الموجودة باللون الأسود نفس الجملة، فقط نشوف نرى عند اتصال هذه اللاحقة. ألش فيريش مركزين دان كزاكلا شابكا ألدم. طبعا كلمة ألدم ما كتبت أنا كون نفس الجملة. طبعا خلونا نشوف كيف تحول كتابة إلى من الشكل المنفصل إلى الشكل المنفصل. فقمنا بحذف الحرف الصوتي الأول إي، وقمنا بجعل الحرف الصوتي الثاني إي يخضع لقاعدة التوافق الثنائي حسب الكلمة السابقة اللي هي كذاك. طبعا المعنى لا يتغير ونقول ألش بريش مركز دان كذاك لا شبكة ألدم، أخذت قبعة وكنزة. واضح المثال؟ تمام. الجملة الثانية بتقول سان بنم إلى جاليورمسون، بمعنى أنت هل تأتي بنم إلى. هنا طبعا الكلمة إلى جاءت بمعنى مع، يعني نقول أنت هل تأتي معي بنم إلى. طبعا هون للتوضيح شفنا كيف كتبت بالشكل المنفصل، خلونا نشوف كيف تكتب بالشكل المتصل. نقوم بحذف الحرف الصوتي الأول،
وجعل الحرف الصوتي الثاني يخضع لقاعدة التوافق الصوتي الثنائي مع كلمات بنم، فتصبح الجملة سان بنم لا جاليورمسون. هاي بالنسبة للجملة الثانية، واضحة؟ طبعا المعنى أبدا لا يتغير، في حال كتبت بالمنفصل أو بالمتصل تكون دائما صحيحة. بالنسبة للامتحان والمذاكرة أتمنى كتابتها بالشكل المتصل، تكون صحيحة طبعا إذا كتبتها بالمنفصل، لكن نحن بدنا نتعلم كيفية كتابتها بالمتصل. تمام؟ تمام أستاذ. تمام. بالنسبة للجملة الأخيرة بتقول أنقرايا، يعني إلى مدينة أنقرة، أرابا إلى جديورم، يعني أنا أذهب إلى أنقرة. أرابا إلى، هنا جاء معنى كلمة إلى بمعنى بواسطة السيارة أو عن طريق السيارة أو بالسيارة، ذهبت أو أنا ذاهب إلى أنقرة بالسيارة بهذا الشكل. طبعا يعني هون إجت بمعنى بواسطة، هاي بالنسبة لكتابتها بالشكل المنفصل. بالنسبة لكتابتها بالشكل المتصل، أول خطوة نقوم بها هي حذف الحرف الصوتي الأول، الخطوة الثانية جعل الحرف الصوتي الثاني يخضع لقاعدة التوافق الثنائي مع كلمة أربا فتصبح أ، والشرط الثالث بما أن كلمة أربا منتهية بصوتي وكان يوجد لدينا حرف صوتي وتم حذفه سابقا، فهنا يستوجب الفصل بحرف الياء ونسمي حرف فصل بين صوتي موجود وصوتي محذوف، ونقول أنقرة يا أربايلا جديورو، أذهب بالسيارة إلى أنقرة. واضح إن شاء الله؟ تمام واضح أستاذ. بس سؤال، هلا نعم نحن أكيد. عندنا باللغة التركية أخذنا يعني كلمات يكون فيها استثناء، يعني استثناء، يعني هون في شيء نعم. استثناء، تطبيق استثناء ولا لا؟ هلا الكلمات اللي أخذناها نحن استثنائية سابقة هي دائما سابقة في كل قواعد اللغة، حتى يعني هون مثلا تطبق. طبعا طبعا، يعني هلا مثلا كمثال إذا بدنا نقول بالساعة بواسطة الساعة، شو كانت كلمة ساعة؟ ساعات، وهي كلمة استثنائية، مو هيك؟ لما بدنا نضيف لها اللاحقة إلي فبتصير ساعات لي بهالشكل. ليه؟ نعم، تمام. ليش؟ لأنه ساعات كلمة استثنائية دائما. خلص نحن لازم نكون نعرف إنه الكلمات الشاذة الاستثنائية مروا معنا يمكن شي 15 كلمة نحن بالآبير، ولهلا ما مر معنا شي جديد بالنسبة للآكي. فلهي ال 15 كلمة دائما وأبدا هي عبارة عن كلمات دخيلة لا تأخذ إضافة ثقيلة بل تأخذ إضافة خفيفة دائما. تمام؟ يعني التطبيق يكون مع اللواحق الجر هاي، لأنه أنا ما عم ميز إمتى أطبقهم، يعني كل اللواحق يعني. بكل اللواحق. خلاص، هي تمام اسمها كلمة استثنائية، يعني هي استثنائية دائما. تمام تمام؟ هلا مثل لما قلنا نحن مثلا الفعل جيت وتات وإيت، لما أخذناه بالشمدكي زمان وقلنا انه يعني دائما اذا جاء بعدها حرف صوتي تقلب التاء الى دي وتصبح مثلا جيديورو، مثل ما وضح لنا مثلا بالمثال الاخير. كمان لما مر معنا بقاعده الامر، كمان هي بقيت افعال استثنائيه، وعندما نقول اذهبوا نقول جيدن، ايضا قلبنا التاء الى دي ولا نقول جيتن، يعني هي استثنائيه دائمه. تمام 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 واضح هيك القاعده كامله؟ في احد عنده اي سؤال عنها؟ واضحة أستاذ. تمام، ممكن هلا بنعود أو بنرجع للكتاب. طبعا بالكتاب نفس الشرح اللي حكينا عنه عن اللاحقة إلي. بدي منكم السؤال السادس بتحلوه أوديف، طبعا موجود الحل مقطع فيديو الآنسة. الكتابة يجب أن تكون بالصيغة المتصلة وليست المنفصلة. السؤال يقول الشادكي بوش لوكلر أورنيكلر دكيجي بيدول درالو، يعني نملأ الجمل التي في الأسفل أو نملأ الفراغات في الأسفل مثل الأمثلة، طبعاً بيقصد فيها الأمثلة اللي فوق. خلونا نشوف نحن نحل منها حالياً فقط الجملة الثانية، وفي حال حلكم أنتوا إذا لقيتوا في أحد الجمل غير واضحة ممكن كمان نرجع نحلها. مثلاً الجملة الثانية بتقول ديش ليريمي، يعني أسناني، ديش فرتشاس فراغ، فرتشالادم، طبعاً فعل فرتشالاماك اللي هو مثل ما بنقول تنظيف الأسنان، يعني فرشيتو أسناني، فرشيتو أسناني بفرشات الأسنان،
فهون عندنا يعني بواسطة أو عن طريق فرشاة الأسنان، يعني يجب أن نضيف اللاحقة إليه مثل ما قلنا بشكلها المتصل، فهي كانت إليه، نقوم بحذف الصوت الأول وجعل الصوت الثاني يخضع للاحقة التوافق الثنائي، وإذا انتهت الكلمة بحرف صوتي نفصل بحرف الياء. فبالنسبة لكلمة فرشاس منتهية بصوتي نضع حرف الياء بعدها الإل، وبعدها حسب القاعدة الثنائية حرف الأ يأخذ له، ونقول ديش لريمي ديش فرشاسيلا فرشالادم. واضح؟ تمام واضح واضح. تمام. بالنسبة للسؤال السابع بيقول أشادكي إكيلي لري إلي كلنا راك إشليش تريلم. طبعا كلمة إكيلي لري بمعنى الثنائيات، الثنائيات التي في الأسفل نوصلها باستخدام لاحقة إلي. طبعا مثال بنشوف كلمة كيدي هي الأولى، وبنوصلها مع كلمة فاري بوجود اللاحقة إلي بينهما، فنقول كيدي لا بالشكل كدي إلى فاري بمعنى الفأر والقط. واضح؟ تمام تمام. بالنسبة لبقية الأسئلة اللي هي الثامن والتاسع والعاشر ما في داعي تحلوها، ممكن تشوفوا الحل بشكل مباشر من مقطع فيديو الآنسة، يعني غير مهمة، فقط أنا بدي أتحدث عن معاني بعض الكلمات الموجودة عندنا هون. المعنى الأول اللي هي كلمة تقم، مين بيعرف من دمك تقم ماذا تعني كلمة تقم؟ فريق. بالضبط، كلمة تقم اللي هو المقصود فيه الفريق الرياضي. ولدينا أيضا الفعل تقم توتماك، طبعا فعل توتماك هو فعل المسك، يعني عندما نقول الإمساك بالفريق ماذا معناها كفعل؟